السلام عليكم، أحييكم وأرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج منبر الأحرار. السلطة وأزمة الهوية في الجزائر. يا فرنسا، قد مضى زمن العتاب وعدنا كما كنا أحباب، هكذا يعلق أحدهم بصيغة موجزة عن مشاركة النظام الجزائري في ذكرى احتفال فرنسا بعيدها الوطني. من حق فرنسا أن تحتفل، وهذا أمر لا يهم الجزائر، هذا شأن داخلي بحت لفرنسا، لكن ما يستوقفنا هو مشاركة النظام الجزائري في هذا الاحتفال. وأقول النظام الجزائري وليس الجزائر، لأنه يجب تحديد المصطلحات، فكل زيادة في المبنى تقتضي زيادة أو مغايرة في المعنى والدلالة. هذه المشاركة قد تحاصر ذهن وفكر المواطن الجزائري وتدعوه، بل تدفعه إلى أن يطرح سؤالا مفصليا مفاده: هل النظام في الجزائر يمثل حقيقة الهوية الجزائرية؟ هل يستقي قراراته السياسية وتحركاته الدبلوماسية من معين مرجعية الشعب الجزائري؟ قد يتسنى للمواطن الجزائري أن يجد الإجابة، لكن ربما يطرح سؤال أهم: ما العمل حينئذ؟ لكن هل هذه المشاركة جاءت في الحقيقة منافية لما اعتدناه وألفناه من النظام في الجزائر، وخاصة إذا قمنا بتنشيط الذاكرة واسترجعنا ما قاله وزير الخارجية السابق مراد مدلسي، وهو رئيس المجلس الدستوري الحالي، في داخل قبة البرلمان الفرنسي وأمام لجنة العلاقات الخارجية للبرلمان الفرنسي، إذ وقف كما قال أحدهم وقفة العبد أمام سيده، وأنقل لكم حرفيا ما قاله: ليس هناك أوروبيون أكثر من الجزائر، ولو كان للتاريخ منحى مختلف لكنا اليوم بلدا كامل العضوية في الاتحاد الأوروبي، ذلك أننا في اللحظة التي وقعت فيها معاهدة الاتحاد الأوروبي كنا ما نزال فرنسيين. قد يراه البعض هذا التصريح بأنه يدعم فرنسا بخصوص قانون تمجيد الاستعمار. هذا رئيس المجلس الدستوري الذي اعتمد نتيجة انتخابات 17 أفريل، هذه الانتخابات التي بدأنا نعيش إفرازاتها المقززة مثل المشاركة في احتفالات اليوم الوطني الفرنسي، الذي يراه البعض على أنه عرفان من الرئيس بوتفليقة لفرنسا، ربما لدورها الذي حسم انتخابات 17 أفريل لصالحه ولصالح جناحه. والغريب أنه يتوجه برسالة إلى هولندا في حين لم يرسل أي برقية تعزية في المجاهد محمد مشاطي، هذا المجاهد رحمة الله عليه، أحد أعضاء مجموعة 22 الذين فجروا الثورة، والذي دعا حقيقة إلى عزل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. وزد على ذلك الموقف الفرنسي الرسمي من اعتداء على غزة والمساند لإسرائيل بوضوح، ورغم هذا الموقف يصمم كذلك عبد العزيز بوتفليقة وجناحه المشاركة في اليوم الوطني الفرنسي. علامات استفهام تتوالى. وبعد هذا كله تتعالى الأصوات التي تبرر لمشاركة النظام الجزائري في هذه الاحتفالات، منها على سبيل المثال للحصر ما نشرته الجرائد وتناقلته عن السيد فاروق قسنطيني، الذي يرى أنه من الواجب تجاوز العقدة الاستعمارية، لأن فرنسا اليوم هي ليست فرنسا الماضي. مسكين الشعب الجزائري، الشعب الجزائري معقد من فرنسا، يحتاج إلى جلسات نفسية في شارع شانزليزي. لا نستطيع فهم هذه المبررات وهذه التصريحات إلا في سياق فهم عقلية وتاريخ صاحب هذه المبررات السيد فاروق قسنطيني. وأسوق لكم شهادة أحد المجاهدين، وهو عمي عبد الحكيم بلوي من أبناء البليدة، يتحدث عن فاروق قسنطيني أيام الاستدمار الفرنسي. تابعوه ثم نعود إليكم. نطرح عليك سؤال ممكن شوية حساسك. هو يقولوا بلي قسنطيني، فاروق قسنطيني خدم عنده. خدم عنده. واش قصة تاع فاروق قسنطيني؟ شتكيها هذا سؤال اسمه يقولوا ليه يكون معنا بعد. فهمت؟ ما يكونش سير ما يكونش. أنا ماذا بيا؟ وهذا وعبري كتمة. أشوف ما كانش
هو يدير لا ميتين على قداش راه درتو ميتان هو كان يديرو في لي فاكونس عملي يروح عند دوك العندوش يتعلم باش باش مالتي ياخذ اكسبيريونس ماشي اكسبيريونس باش ياخذ الدراهم تاع تاعو ما يخلص عليه ارجون بوش ما عرفتش كان يروح تما شافنا هذه شافنا هذه اسمه قدام ما كانش ما كانش مش ماذا بيه يسمع بعد او يسمع هرب احنا انا ما درتوش في بالي قال اقسم تاني انا جاب لي ربي يهودي ربي يعلم يهودي هرب انا يعني عادوش ما خاطرني كان صغير كيما حنايا وهو كان في بوفاري اما انا تيك هو وليد بوفاري اصلا هو يقولوا مولا مولا بوفاري هذا دوك انا ما كنتش انا نسبت نقول لك ايه ولا هو كان ميدسين وجاي يخدم عند الدكتور عيوش ايوه داكور تيجي الفاكونسي من في ذاك الوقت كي شاف نهر كي شاف المجاهدين كي شاف المجاهدين راح لعلي ناقش باباه كان جوامير تاع بوجهر كيف تصور وكيفاش وباباه كيف 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 واش ها كيف كيف واش راح لعلوش راح لبوشار حكى له حكايه تاع باباه ولا هو لا هو باباه خلاص كان قرا عليه قضي الامر عليه في هذا اللي بوشار داه يقرا في فينيس داه هو عند الشغل يقول انا حاب نكون قدامي ونقول له اتهدنا اتهدنا وتنقول له ندخل الشغل لا يعني احنا من دقيقه باش قبل ما تكمل احنا كقناه نمدوا الحق الرد لفاروق قسنطيني انه يرد اذا عمي عبد الحكيم او يقول كلام ماشي صحيح عنده الحق انه يرد هو يرد عليك احنا كقناه نعطوا له الحق انه يرد تفضل شوف انا واحد النهار قال اسمع ما يشوف واحد عند قاضي البحث ما خليتلوش وريت له بلي وخاين وقلت له قدام قاضي البحث وقرب أربعة في أربعة هو وثلاثة واحد أخرين أفوقا قلت له قاضي البحث هذاك قلت له هذو قاع خونا هذو قاع خدعين الجزائر في أربعة واحد ما ردش عليا وهو لا يسمعها أنا قلت له بوزي بيا بلانت تاك أفوقا بوزي بيا بلانت واش أنا قلت له ماشي سوا سوا نرجعوا واش كي شافكم مع دراح ما راحش لما ديك لا لا لما شافكم عند لاكلينيك عندوش لاكلينيك هرب بيه هرب جي عند يقولوا الله اعلم ما شفت مليح جا واش يقولوا له قال هو عشي قال المجموعه تاع ولادي اش ندو لهم المحل قال نقول لهم اش يروحوا لاكلينيك بوجار يقول هذاك قال له قول لهم اش يروحوا لاكلينيك ومن بعد لاكلينيك وجاو سير كلاو الماتي سير عمرهم ما سير كلاو لاكلينيك الا النهار اللي هرب هو ما شعش على مهلو الحاله ولا مش على الناس واش جاو سير كلاو اذا كان انا كيش سبحان الله كنا ثم ما قلت عليك شويه انا خرجنا كان واحد المراه مسجد كبير شريت فينا ثم راح ندخل عليه انا وعلي خرجت الصور يقول لي ربي جاكم بالك سانك سيمينيس روح يا يوم وروح يا يوم درتو في قضية تاعي عطيتها له لهنا سيما نحسبه لي هربا علمت لي يحيى يحيى شافني وقف انا وياه وقيل في السبعينات ولا 75 شافني موقف انا لا نهضر معاه يحيى جاني من بعد خلاني كي انا قلت له على خير رحنا يحيى قال لي
اللي تعرفوا هذا اللي كنت معاه. قلت له لا لا هذاك فاروق السلطاني اللي هدلك هو اللي هرب منا هرب من الاخرين. قلت له هذا قال لي. عدنا إليكم سادة المشاهدين. ربما بعد هذه الشهادة ربما قد نفهم نفسيات هؤلاء الناس لماذا يصرحون بهذه التصريحات. أستضيف معي عبر الهاتف المجاهد عبد القادر ذهبي، الحاج عبد القادر ذهبي، وهو كذلك معارض سياسي. الحاج مرحبا بك في برنامج منبر الأحرار. لو السلام عليكم، هل تسمعني الحاج عبد القادر؟ أنا أسمعك. نعم، مرحبا بك في برنامج منبر الأحرار. هناك طبعا تطرق إلى موضوع السلطة في الجزائر وأزمة الهوية، وقد تحدثت في المقدمة عن مشاركة النظام الجزائري، ولا أقول الجزائر، في احتفالات فرنسا. الكثير يسأل أين هي الأسرة الثورية، أين هي الأسرة الثورية؟ ربما سأسألك عن الأسرة الثورية، فأتينا ربما بأحد المجاهدين وهو الحاج عبد القادر ذهبي، اللي أريد أن معرفة يعني قراءتك لهذه الزيارة ومشاركة بعض أفراد الجيش في احتفالات، وهل هذا القرار قرار عبد العزيز بوتفليقة يمثلكم أنتم فعلا كأسرة ثورية؟ الآن ما موقفكم أنت الآن كمجاهد، وحينما تتذكر يعني إخوانك الذين قد سقطوا في ضرب الجهاد في الثورة الجزائرية، وتنظر الآن هذا المشهد، يعني الجيش الوطني الشعبي المفروض أن يكون سليل جيش التحرير برفقة ربما الحركة أو رفقة، يعني ما تعليقك الحاج عبد القادر؟ في الحقيقة الحدث هذا يعني حدث مخزي مهول بكل المقاييس. هذا الحدث يعني تاع الاستعراض، يعني مشاركة الجزائر، مشاركة الجيش الجزائري في استعراض، يعني ما عندنا حتى علاقة به، هو يعني حدث مخزي بكل المقاييس التي يعني والذي دنس قداسة الملايين من شهدائنا وذاكرة شعبنا وأساء إلى كرامة الجيش نفسه. يعني الناس هذوك اللي يعني لو لاحظتهم يعني كانوا حاضرين رسوم، ما كانوش راضيين، هذو الضباط اللي كانوا ما كانوش راضيين. أسأل الله العلي القدير أن يأخذ أخذ عزيز مقتدر كل الحكام والجنرالات المتخاذلين المتواطئين مع فرنسا في هذه المؤامرة المفضوحة ضد وطننا وتاريخنا وقيمنا وأخلاقنا. لقد سقط القناع وتجلى الخداع وانكشف النظام على وجهه الحقيقي، أي مجرد نظام لصوص، أقول يعني وأؤكد نظام تاع لصوص، مارقين مستبدين متآمرين على الوطن والشعب ومتسلطين على قدراته ومقوماته المهدورة بالملايير من الدولارات، يد في يد مع حمتهم من قوى الهيمنة الإمبريالية الصهيونية والصليبية. ولقد حال الوقت لأن يعني ما نبقوش غير نهضروا، يعني الهضرة هذه والملاح والاسمه، احنا اليوم رحنا في يعني في 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 حاجه يعني في حاجه يعني ماسة لان يرحل هذا النظام بكل الوسائل المشروعه. انا يعني ما الواحد ما راش يقول باش تكون فتنه ولا الفوضى، ولكن لازم هذا النظام يرحل، لان يعني حان الاوان، لاننا يعني فعلا امام مؤامره خبيثه تهدف يعني تهدف الى تجريد الجزائر، وهي يعني الان تقريبا راه مجرده الجزائر من كل مقومات السياده والاستقلال وتحكمها في يعني وتحكمها في قرارها وثروتها. يعني اما بالنسبه للرئيس كما ذكرت، يعني رئيس الدوله المسؤول هو المسؤول بالدرجه الاولى على هذا الوضع الكارثي لبلدنا. فانا شخصيا اجزم باننا نحن امام احدى يعني خليني يعني فرضيتين لا ثالث لهما. الفرضيه الاولى هي ان فرنسا الحقيده قد اغتنمت الفرص الذهبيه العديده المتكرره التي اتيحت لها من خلال استشفاء بوتفليقة في مؤسساتها العسكرية، وأي مع مؤسسة عسكرية يعني الخاصة بالضباط وبالجنرالات وكذا، حتى تتحكم لا في جسم الرئيس فحسب بل حتى في عقله. وأقول يعني
كان يعني حاجة غريبة ما رحناش عارفينها. إنما أنا لا أنا شوف السيد هذا مشلول كأنه يعني روبو يتحكموا فيه يعني يتحكموا فيه من بعيد ما رانيش عارف. الفرضية الثانية هي أن بوتفليقة قد يكون الفرنسيين تحكموا فيه منذ أمد بعيدا سواء مخابراتيا أو عن طريق عضويتها المفترضة التي يعني من حين لآخر تظهر في أحد المنظمات الماسونية الفرنسية التي لها باع طويل ومديد في يعني الصهيونية العالمية. راك متبعني سي؟ ألو؟ نعم أستمع إليك. أما عن يعني الأوليغارشية الحاكمة من عسكر ومدنيين فحسبك أن تعلم كما يعلم الجميع أنهم مكبلون في يد فرنسا من خلال ثرواتهم وأملاكهم واستثماراتهم عبر التراب الفرنسي والتي تقدر بعشرات بل ربما أزيد من 100 مليار من دولارات المسروقة والمختلسة من مال الشعب، بل هم يتكالبون على إرضاء أسيادهم مثل ما أقدم عليه مؤخرا مثلا الجنرال هذا قايد صالح الذي تدخل من أجل توظيف مدرب فرنسي جديد مكان المدرب يعني البوسني المسلم الماهر يعني حليلوزيتش بمجرد طلب حتى لا أقول يعني أمر من صديقه وزير الدفاع الفرنسي المتصهين جون إيف لودريان. هذا ما رانيش عارف واش راكم على علم بهذه القضية ولا لا. يعني جاء إيف لودريان هو الذي يعني تدخل باش يعني أعطى تقريبا أوامر يعني الخدام نتاعو باش يدخلوا لأنه هو صديق لهذا المدرب الجديد ما عنديش الاسم نتاعو ما يهمنيش. فكيف تريد يعني لله عليك فكيف تريد من هذه الأوباش اللصوص أن يتحركوا في وجه فرنسا وأسيادهم حكام يعني فرنسا، بل كيف تنتظر منهم أن يناصروا إخوانهم يعني أن يناصروا إخوانهم بغزة أو يبوحوا يعني بأدنى إدانة في وجه يعني يهودا والكيان. نعم أستمع إليك الحاج عبد القادر. نعم اسمح لي نزيد نعم أكمل أستمع إليك. نعم أود فقط ملاحظة يعني طفيفة أخيرة حتى نعم. نضع الأصابع على علوم النفاق اليهودي أو كما يعني كما تصنفه العامة من شعبنا تيهوديت كما يقولوا القبائل تيهوديت. الكل يتذكر تلكم يعني الحملة الفرنسية مثلا إبان رئاسة آب الصهيونية الفرنسية من أجل إلغاء الحكم يعني ميتيران أب يعني الأب يعني المجرمين لأسباب يعني إنسانية كما يقول بين مزدوجين كما يقولون حتى يعني يتفشى الإجرام في المجتمعات. لكن الزعيم الأكبر أثناء تلك الحملة كان الوزير اليهودي الصهيوني روبير بادنتير، وهذا نفس الشخص هذا رابادانتير اللي كان يعني اللي جعلوه يعني بطل نتاع يعني الإنسانية وكذا لم يتورع في إبان يعني 2008 و2009 حين كانت تدك يعني غزة وصرت يعني أكثر من 1100 موت، لم يتورع في مساندته المطلقة للكيان الصهيوني كما يعني كلما كان يعني يهاجم الكيان الصهيوني غزة. هذا هي المشكلة تاعنا، هي تاعنا الحكام تاعنا ولاو يعني في يد فرنسا يعني يعني كيف تفسر الحاج كيف تفسر الموقف يعني مؤخرا يعني تم يعني استجلاء موقف الفرنسي بوضوح أنه مساند للكيان الصهيوني وأنه يعني محابي له ولم ينصف الشعب الفلسطيني، ورغم ذلك تصادف هذه الاحتفالات اعتداء السافر على قطاع غزة، ورغم ذلك يصمم عبد العزيز بوتفليقة لإرسال بعض أفراد الجيش الشعبي الوطني للمشاركة في هذه الاحتفالات، كيف تفسر هذا؟ يعني هذا راني كنت نقول لك من قبيله، راني نقول لك الناس راهم يعني مكبلين ما عندها ما تفسير، يعني التفسير هذا هو مكبلين
ناس يعني سرقوا حتى شبعوا يعني يعني الى يعني الى حد التخمه، عندهم ملاير، وربي يجعل يعني امامهم يعني يجعل امام اعينهم يعني امام اعينهم يعني الفقر، ولو عندهم مليار يستنى يدي جوج ملاير ولا ثلاثه. مثلا هذا سعداني اللي تكلموا بين عنده 300 مليون دولار ولا 300 مليون اورو في فرنسا، كيفاه بغيتو انت ينوض ينوض يسجب يعني الاعتداء على على فلسطين وكذا، يعني يصادروا له الاموال نتاعو. هو الان حتى الان للاسف الان جبهه التحرير الوطني طبعا بقياده سعيداني يعني هناك الأفلان يدافع بقوة عن هذه المشاركة، بل يعتبر أن المشاركة فرصة لتذكير العالم بمساهمة الجزائريين في تحرير شعوب أوروبا. هذا كلام يعني كلام نتاع يعني نتاع النفاق يعني أوروبا هذه يعني منذ الاستقلال وإحنا وفرنسا يعني منذ سنين يعني دائما تحتفل. لماذا ما طلبتناش كي كان بومدين واقف؟ لماذا ما طلبتش الجزائريين قال روحوا تحتفلوا ولا ديروا الذكران تاع يعني كي كان اليوم كي راهم كاين يعني دي توتو اللي راهم في الحكم وما طلب لهمش فرنسا، فرنسا تأمرهم قال ارواح يا ليس ارواح يا ليس جيب الامر بالضباط يكونوا يعني ما يتحركوش اليوم، داري لهم الشانتاج. في الرسالة سيد عبد الغدر الذهبي في رسالة بوتفليقة إلى هولندا جاء فيها من بعض ما جاء فيها أنه كأنه يعني هذه المشاركة تعتبر عرفان وتعتبر تقدير لهؤلاء الذين قد ضحوا بأنفسهم في سبيل استقلال فرنسا، يعني هل فعلا هذا عرفان سيد عبد الغدر الذهبي؟ هذا تذلل، وهذا يعني يعني واش نقول لك يعني خليني نكون يعني نكون منضبط يعني هذا جمع هذو مذلولين يعني ذلهم الله، من اعز نفسه اعزه الله ومن اذلها اذى الله الله، هذو يعني بغاو يذلوا الاسلام ربي يذلهم، راهم مذلولين في الكفار وفي المجرمين والصهيونيين. كيف العرفان؟ كيف فرنسا ما تستعرفش ما تعترفش حنا بالملايين اللي قتلت ليزون فيماد والتجارب النوويه في رقان واليامات تاع الثوره الجزائريه الثوره المسلحه الجزائريه شحال قتل يعني مليون وما يربع المليون شهيد، واليوم تقول لي العرفان، على العرفان يكون ما يكونش متبادل من عند من 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 فرنسا بالنسبه لنا احنا، على ما يكونش اعتراف باسمه. مثلا نهار كنت يعني ما رانيش عارف واش قريت يعني انت كتبت بانه فرنسا ردت في العرفان في 8 ماي. العرفان تاع فرنسا مثلا نهار جاوا خوتنا يعني في الحرب العالميه الثانيه في حين انتهت وكان العالم كله يحتفل يعني بانتصار يعني الحلف المتحالفين يعني ضد المانيا. نعم. كي جاوا كان منهم اللي جاء قبل يعني قبل هذاك اليوم وجاوا كي جاوا للسطيف وكذا نهار 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 الناس العالم كان يحتفل يعني أهدر الدم الجزائريين اللي كانوا يحاربوا جنب الى جنب النازيه، أهدرت يعني اكثر أزهقت اكثر من 45 الف روح ما بين خراطه والسطيف والسعيده ومكانات اخرى عبر التراب الجزائري. هذا هو العرفان تاع فرنسا في 1961 مثلا، العرفان تاع فرنسا هذو الناس اللي كانوا خدموا لها في رونو في بيجو في كذا وبناوا فرنسا بعد الحرب في 61 قبضوهم ولحوهم في لاسين، هذا هو العرفان تاع فرنسا، لعنة الله على فرنسا وعلى اللي يبغيها وعلى اولادها. اليوم لا. مثلا كاين واحد 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 الخبيث واحد اسمح لي على كل حال راني شويه متحرش، واحد يعني واحد الكائن يعني واحد الكائن حقير يقول له كمال داود راه يكتب في الجريده نتاع كوتيديان دوران بالفرنسيه يعني
هذا صهيوني يعني يعني بمثابة صهيوني يعني يضل يقول كلام يعني ما كاش لي يتكلم معاه لا حكومة ولا 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 حتى لو كان الشعب يضربوا ولا كذا يقولوا هادو يعني إرهابيين ولا كذا. هذه المصيبة نتاعنا. نعم الحاج عبد القادر، يعني لو تقارن الآن الاحتفال الوطني، احتفال فرنسا بعيدها الوطني واحتفال الجزائر بعيد الاستقلال، يعني أين هو عيد الاستقلال هذه السنة؟ عيد الاستقلال هذا ما شفنا والو من اللي جابوا تفليقة، ما كان والو يعني يعني من العهدة نتاع يعني حتى الفترة نتاع العشرية السوداء جنرالات فرنسا ما غاديش يحتفلوا بعيد الاستقلال. انت تصور العربي بالخير يرفد الدرابو يرفد الاعلام الجزائري ويحتفل به ولا يدير كذا، ويخافوا من العسكر، يخافوا من الشعب، يخافوا من العسكر، لان هما 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 يعني شير دماء قليله اللي راه قابضه البلاد. يعني المؤسسه العسكريه الحمد لله فيها اولادنا، فيها ضباط، فيها رجال، فيها اولاد شهداء، فيها اولاد مجاهدين، فيها ناس يعني، ولكن شير دماء تاع اولاد فرنسا الجنرالات تاع فرنسا هما اللي راهم يحكموا في البلاد، وبوتفليقه غير طعام فوق خضره فوق طعام. نعم هناك سؤال كذلك مهم الحاج عبد القادر وهو اظن تعرفه رحمه الله عليه المجاهد محمد مشاطي، يعني وفاته المنيه الايام الماضيه، والمدهش انه لم يتوجه عبد العزيز بوتفليقه برساله يعني تأبينيه او يعني ببرقيه رسميه للتعزيه، رغم انه وجه رساله لهولندا، لكن محمد مشاطي لم يوجه له اي رساله، وحتى كبار المسؤولين لم يحضروا لجنازته برغم انهم حضروا الى جنازه اخرى لاحد قيادات الجيش. يعني محمد مشاطي هذا احد اعضاء الاعضاء ال 22 الذين قد فجروا الثوره، يعني كيف يقرا الحاج عبد القادر الذهبي أنه بوتفليقة لم يرسل رسالة ولو رسالة برقية تعزية، ورغم أنه محمد مشاطي قيل بأنه قد دعا رسميا لعزل عبد العزيز بوتفليقة؟ هو رجل يعني حقيد، يعني يعني عنده في الدم نتاعو الحقد يعني ضد عداوة، وأنا نعرف هذا. كان يعني كان ناس كانوا داروا فيه خير، ما ندخلش أنا المثال نتاعي، أنا ياكل راسه، بصح ناس كانوا داروا فيه الخير نعرفهم في 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 فرنسا او في 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 اوروبا، يعني ما يعني ما يقدرش يحضر عينه قدامهم. كي ولا رئيس واحد السيد ما نقولكش الاسم نتاعو، انما كان دار فيه خير كبير، ومره حكمت عليه يعني الزوجه نتاع السيد هذا حكمت على الجزائري هذا باش يعطيها الدار، عطاها الدار، قال بوتفليقة انا حطيت لك حوايجك عند الكونسيير اسمح لي، ولكن الدار اللي كنت عطيها الكره عطاوها للمراه. بقى حاقد عليه حتى ولا رئيس، يعني 10 سنين من بعد عي كي هذاك السيد طاح شويه من قدره من 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 المال نتاعو، ماشي من قدره، طاح شويه من من الحاله نتاعو الماليه، جاي يستقبلوا بوتفليقة، استقبلوا بوتفليقة كي خليت لي حوايجي قدام الكونسيرج ولا كذا. هذا ماشي راجل، هذا انسان يعني لئيم، انا نقول لك بوتفليقه انسان لئيم، ويطلق دير 10 ويطلق. على فكره حتى يعرف فقط المشاهد الجزائري بانه كان صديقك الحاج عبد القادر. كان صديقي الى غايه 1996. لماذا 1996؟ اولا يعني بدات الجرحه في هذيك الوقت، هذيك في 96 كان قال لي واحد النهار كنت لقيته يعني غضبان وكذا، قال واش كاين فيها، قال راك تشوف يعني الارهاب نقص. وقلت له كيفاه انت ما تفرحش الارهاب اللي نقص، والارهاب راك عارف منين هو، ماشي غير من جهه ولا من اسمه، ياك احنا تكلمنا شحال من خطره وقلت لك الارهاب. قال لي الارهاب نقص، وانا يعني انا خصني 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 الدم باش نجي، انا خص يعني هكوا الكلمه هذه وكتبتها انا، قال جو سوي انكونترنابل اي جو سوي با بيان كونت 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 لي رالونتيسمون تاع تاع الارهاب. هذا يعني انسان ديروا نتاع على رئيس ديروا على راس دوله. كان صاحبي صح، كنت كان غادني انا ما كنتش نعرفه كي كان يعني وزير، كنت اطار سامي، ولكن ما كنتش نتلاقى معاه، انا كنت في الاقتصاد في الماليه في الكنائس في كذا، ما كنتش نتلاقى معاه، وما كنتش يعني كي جاء لفرنسا
وطاحت به وجا شريب القاسم الله يرحمه ومحمود قنز قالوا لي هذا اخوك وتهلا فيه وكذا وراه حاقرين وكذا. يعني بمجرد يعني ما قدموه لي كان يجي لعندي للدار يعني على الراس والعينين. انا كنت يعني ظن فيه خير يعني ما كنتش عارفه يعني بين يعني تخرج فيه هذه المصايب هذه، والحمد لله ربي نجاني منه يعني قرب يعني تعيينه يعني كرئيس نجاني منه ربي جاب سبب. نعم نعم نجيت منه. نعم الحاج عبد القادر، هناك تصريحات بخصوص انه الجزائر شاركت في الحرب العالمية الأولى، يعني هل أنت توافق من يقول بأن الجزائر أو الشعب الجزائري آنذاك قد شارك في الحرب العالمية الأولى لصالح فرنسا؟ هل فعلا شارك أم يعني شارك غصبا، حمل حملا للمشاركة مع فرنسا؟ يعني شارك يعني قصرا، يعني النص نتاع يعني اللي شاركوا قصرا والنص الآخر شاركوا قصرا يعني بالميزيرية. بالميزيريه جاجاو في الصفوف الفرنسيه، ما كانش واحد مشى من زي خاطره يعني يحارب جنب الى جنب لفرنسا. نعم هناك بعض التصريحات سيد عبد القادر، يعني بعض التصريحات لمثلا مولود حمروش رئيس حكومه الاصلاحات السابق خلال 89 91، يقول بان مشاركه الجزائر في احتفالات 14 يوليو ليس عيبا بل هو اعتراف من فرنسا بالهويه الجزائريه التي ظلت تتنكر لها منذ العهد الاستعماري، واعترافا منها بالتضحيات التي قدمها الشعب الجزائري خلال الحربين العالميتين الاولى والثانيه من اجل حريه فرنسا وطمعا في استقلال الجزائر. هل ترى كيف تقيم كلام مولود حمروش الحاج عبد القادر؟ الطق 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 كما يقولوا عندنا في البيض، هذا دروك يعني شاف ربما يدخل مع فرنسا يمد يده لفرنسا باش لكي تبارك في 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 تعيينه على راس الدوله. يحشم على عرضه السيد، عنده اكثر من 70 عام، يقعد يذكر ويقعد يصلي في 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 بيته يقرا القران ويحمد الله، ولا كان ملحد يقعد في داره بصح يعطي الروح القيمه. هذا وين ما كان يتشبط هنا، ولا شي انسى ما يقولش بين كان يعني عنده علاقات مع الاوساط الصهيونيه لافير اسيتي. لو كان يتفكرها يكون يدير النيف يتفكر لافير اسيتي، كانوا داروا واحد مكتب يعني تاع الهف، مكتب تاع يهود كانوا يعني صهيونيين فرنسيين دي جويف، يعني ما كانش ريمون جماعه ماسياس وكذا، كانوا عندهم 122 افني دي شانزليزي، كانوا دايرين شركه تاع يعني لي زيتود سوا ديزون لي زيتود، ويعطيهم باش يديروا له لي زيتود باش يشري السكر، كان يعني خصنا مهندسين باش يشريوا السكر. نعم يحشم على عرضه. أشكرك الحاج عبد القادر ذهبي المجاهد والمعارض السياسي على هذه المداخلة بخصوص احتفالات النظام الجزائري أو مشاركة النظام الجزائري باحتفالات العيد الوطني في فرنسا. ينضم إلي عبر الهاتف الباحث الأنثروبولوجي الأستاذ حسين جيدة. الأستاذ حسين جيدة مرحبا بك في برنامج جبل الأحرار. رمضان مبارك لكم ولجميع المستمعين، وشكرا على الاستضافة. أشكرك على تلبية المشاركة. الأستاذ حسين جيد تطرق إلى موضوع السلطة وأزمة الهوية في الجزائر، وقد طرحت سؤال في البداية وهو سؤال مفروض مفصل يطرحه كل مواطن جزائري، هل فعلا السلطة في الجزائر تمثل وتجسد الهوية الجزائرية؟ هل فعلا تستقي حركتها الدبلوماسية قراراتها السياسية من معين مرجعية الشعب الجزائري؟ هل ترى كذلك أستاذ حسين جيدل ضمن مشاركة النظام الجزائري في احتفالات العيد الوطني لفرنسا؟ أولا بكل اختصار، النظام الجزائري لا يمثل أي تطلع من تطلعات الشعب الجزائري، لا يستمد شرعيته من الشعب الجزائري ولا يدافع عن مصالح الشعب، إنما هي عبارة عن مجموعة استولت منذ 62 على الحكم بالقوة وبالسلاح وتدافع عن مصالحها الشخصية إلى اليوم. أما بالنسبة للاحتفالات، الاحتفالات اللي هي وصمة عار
في جبين هذا النظام الذي كان يتبجح منذ عدة سنوات بأنه يمثل شرعية الثورية وبأنه الحريص والحارس للإرث الثوري في وخاصة في علاقة الجزائر مع فرنسا، الآن يكشف عن مجددا عن أنه يخالف ذلك تماما. للتذكير فقط أن مشاركة الجيش الجزائري في احتفالات 14 جوي في فرنسا كان قد تقدم اقتراح تقدم به رئيس الوزراء الفرنسي السابق جان-مارك إيغو عندما زار الجزائر، وتقدم بهذا الاقتراح لرئيس بوتفليقة وأكد له أن رئيس هولاند يريد فعلا هذه المشاركة. فبوتفليقة في ذلك الوقت لم يكن قد استجمع أمره لعهدة الرابعة، فما كان عليه إلا أن يقبل. وهذا القبول هو رد للجميل الذي قدمته فرنسا لبوتفليقة حين رفضت تفعيل المادة 88 من الدستور، وبينت بشكل واضح أن فرنسا تريد استمرار بوتفليقة في الحكم وأنها لا تريد مرحلة جديدة ولا تفعيل مادة 88 من الدستور. فبوتفليقة رد الجميل. إذن هذه العملية أيضا تندرج عبر منذ مجيء بوتفليقة وبالضبط منذ مرضه سنة 95 تندرج ضمن تهدئة العلاقات الجزائرية الفرنسية أو إعادة صياغتها بعيدا عن التأزم وبعيدا عن التشنج، لكن ليس في المقابل مقابل هذه التنازلات ولو كانت ذات طبيعة رمزية ليس لها مقابل يمس مصالح الجزائريين. فكعادتها أو كعادته النظام الجزائري يستعمل هذه العلاقات الدولية لمصالح أشخاص. فهذه التنازلات التي قدمتها الجزائر قد رأينا فيما قبلها اختراق الأجواء وتزويد الجيش الفرنسي بالوقود وكذلك بالمعلومات ومشاركة بعض عناصر الجيش الجزائري لجانب الجيش الفرنسي في حرب مالي، كلها تنازلات إضافة إلى الاتفاقية التي وقعها بوتفليقة بينه وبين فرنسا والتي تقضي بتكوين جزء كبير من ضباط الجيش الجزائري وتزويد الجيش الجزائري بالسلاح وغير ذلك، كلها تندرج ضمن هذه السلسلة سلسلة التنازلات للحفاظ على السلطة. فبوتفليقة ليس له إلا أن يستند على القوة الضاربة في الجزائر وهي فرنسا باعتبار أن لها امتدادات في الإدارة ولها وجود اقتصادي. لا ننسى أن فرنسا هي أول شريك اقتصادي للجزائر طبعا منذ عدة سنوات، إنما نقول منذ الاستقلال، مؤخرا فقط أصبحت الصين هي أول شريك، لكن منذ عدة سنوات فرنسا هي شريك اقتصادي للجزائر. لا ننسى أن فرنسا هي التي تدير الأموال الجزائرية منذ 67 عن طريق كلوب دو باري الذي يرأسه بنك سوسيتي جنرال. لا ننسى أن الجزائر تستورد 80% من قمحها الذي يأكله الجزائريون من فرنسا وبثمن غال يفوق بكثير الأثمان أو الأسعار المتداولة في السوق. إذن هذا التقرب أو هذا التزلف للسلطة الفرنسية ما هو إلا يندرج ضمن الاستناد على قوى خارجية قوية للاستمرار في الحكم، لأن النظام ليس له سند شعبي من داخل ولا يستند إلى أي شرعية، وبالتالي لابد لهم الاتكاء على سلطة خارجية. أما لذا نرى أن هذا النظام الجاثم على صدر الجزائريين لا يمثل في أي حال من الأحوال الشعب الجزائري، ولا يمثل تطلعاته ولا يمثل آماله ولا آلامه، بل هو عبارة عن مجموعة من أشخاص تفكر ليل نهار في الحفاظ على مصالحها فقط. يعني أنت ما ذكرته الآن أستاذ حسين جيد بخصوص تسيير الأموال الجزائرية منذ سنة 67 من طرف نادي باريس
كلوب دي باري، يعني هذا يعني هو يضرب ويناقض تلك الشعارات التي يعني دائبنا عليها منذ استقلال الجزائر منذ 62 بخصوص الشرعية الثورية. لها النظام الجزائري في 62 استولى على الحكم بالقوة وأقدم على فلسفة على تزييف التاريخ. فأول كذبة كذبها النظام الجزائري أن الجزائر انتصرت على فرنسا عسكريا وكذا، هو كذبة. وبقيت تلك الأكذوبة يرددها النظام. لماذا؟ لأنه لا يريد شرعية شعبية، وإنما يريد هذه الشرعية الثورية المزيفة أن تحل محل شرعية شعبية. للتذكير فقط أننا لحد الآن لم نرى أولئك الناعقين الذين ينعقون بأنهم من المجاهدين الأصلاء وبأنهم كذا، لم نرهم، لم ينبسوا ببنت كلمة لا المجاهدون يعني ولا ودور سلبي لوزارة المجاهدين أستاذ حسين جيدا، هذا ما يراه المراقبون. وزارة المجاهدين هي وزارة توزيع الريع، توزيع الريع، ما يبقى من الفتات على موائد الجنرالات يقسم على وزارة المجاهدين، وتقوم وزارة المجاهدين بتوزيعه على هؤلاء سدنة الشرعية الثورية، وهم بعيدون عن تلك الشرعية الثورية. لماذا؟ لأنهم كلما انتهكت سيادة الجزائر لم نرهم يتكلمون، بينما رأيناهم يتبجحون ويتطاولون على شخصيات، على أبناء شهداء، يتطاولون على شخصيات جزائرية لا يمكن الطعن في صدقيتها وفي إخلاصها. بينما عندما تنتهك سيادة الجزائر وتداس رموزها ويدنس علمها، نرى هؤلاء يلتزمون الصمت. لماذا؟ لأنهم سيذهبون في نهاية الشهر ليتقاضوا ثمن سكوتهم. فنقول إن هؤلاء هم جزء من هذا النظام طبعا، وهم مثل ما قلت يقتاتون مما بقي على موائد الجنرالات، ويشربون مما بقي من ذلك. فالكل الآن الكل يبيع الجزائر بأرخص الأثمان، الكل همه أن يأخذ من أموال الجزائر، ولا يهمه لا سيادة الجزائر ولا سيادة الشعب الجزائري، فهم آخر ما يفكرون فيه. نعم، يعني أفهم منك بأنه هي هناك عملية منذ سنوات إعادة عملية بناء الجزائر الفرنسية. لا، هي جزائر فرنسية لا أظن أن فرنسا تقبل ذلك، لكن إعادة بناء العلاقات الجزائرية الفرنسية، لكن في اتجاه واحد. معنى ذلك عندما نقوم بتنازلات من هذا الشكل، ما المقابل؟ ماذا يستفيد الشعب الجزائري سواء رمزيا أو فعليا؟ لا شيء. الوحيد الذي يستفيد من هذه العمليات التنازل التي تمس السيادة والتي تمس اقتصاد الجزائر وتمس مكانة الجزائر هو النظام. يعني بوتفليقة يبقى في الحكم والجنرالات يبقون في الحكم، وفرنسا تغمض العينين وتؤيد بجميع الطرق المختلفة بقائهم في الحكم، لأنهم يمثلون ويحرصون على مصالحها أكثر مما تحرص هي ربما على ذلك. إذن إعادة صياغة العلاقات، عندما نصوغ علاقات تكون من جانبين يستفيد الطرفان، لكن نرى الآن أن الطرف الوحيد المستفيد هو فرنسا، وأن الطرف الذي يستفيد من الجزائر ليس الشعب الجزائري ولا الأمة الجزائرية ولا الدولة الجزائرية، وإنما هم أشخاص فقط، أشخاص يريدون البقاء في الحكم لأنهم يفتقدون لأسباب البقاء، وهو إرادة الشعب وتمثيل الشعب، فيريدون البقاء بطريقة أخرى، وكما قلنا بالاستقواء بالخارج والاتكاء بقوة خارجية، وخاصة فرنسا التي لها وجود فعلي في الجزائر، فيتكئون على هذه القوة للبقاء في الحكم. نعم، أظن ينتقدكم أستاذ حسين جيد عمار غول وهو وزير النقل في حزب تجمع أمل تاج الإسلامي والمواجه للسلطة، طبعا يعني يعتبر في بيانه أن المشاركة عادية، ودعا إلى عدم التفسيرات المغرضة للقرار الرسمي بشأن مشاركة الجزائر في الاحتفالات الوطنية الفرنسية المصادفة ل 14 جويلية الماضي. ما تعليقك؟
أخي، وهل تريد من عمار غول أن يقول غير ذلك؟ لو كفر غدا بوتفليقة بما أنزل على محمد لكفر بذلك عمار غول. هل تريد أن يقول غير ذلك؟ هل تريد ممن انتهج مما انتهج هذا النهج أن يطبل لكل كل قرارات حتى التي تراجع عنها بوتفليقة، تراجع عن العهدتين، عن تحديد العهد الرئاسية، فقبلها بأيام كانوا يدافعون كل الدفاع بشتى الوسائل عن 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 العهدة الرابعة، وبمجرد أن جاء في مسودة الدستور تراجع عن هذا تراجعوا. إذن هؤلاء الذين يمارسون البغاء السياسي، يمارسون هذا البغاء السياسي، لا يأتي منهم رأي آخر وليس لهم موقف آخر. فالمومس هي في يد من يريد التلذذ بها. نعم، فذلك حال عمار غول. نعم، دعنا ربما نكون يعني ولو على الأقل منصفين أستاذ حسين جيدل، ونستمع إلى مبررات بعض من يعني حاول أن يجد بعض يعني الحجج لهذا للمشاركة في احتفالات العيد الوطني الفرنسي. نقف عند رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان سيد فاروق قسنطيني، يقول بأن يعني المشاركة في حد ذاتها المشاركة في الاحتفالات هي أحسن رد على الحركة الذين طالبوا الحكومة الفرنسية بعدم إشراك الجزائر في الاحتفالات. ما رأيك بهذا المبرر أستاذ حسين جيدل؟ والله غباء سياسي، ومثل ما تقول العرب رب عذر أقبح من ذنب، رب عذر أقبح من ذنب. هذا التبرير أقبح وأغبى من 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 ما حدث. إذن ولا يأتي من فاروق قسنطيني إلا غباء مثله. معروف فاروق قسنطيني رجل يمارس البغاء السياسي كعمار غول وغيره، فهذا غباء، هذا غباء. رأينا حتى من يتكلم عن من يبرر المشاركة باسم من ماتوا من أجل فرنسا في الحرب العالمية الأولى والثانية. أليست هناك مناسبات أخرى للتعبير عن ذلك؟ الاستقلال في أي دولة هو يوم رمزي، هو أكبر يوم يشحن بالرمزية، تشحن فيه كل العواطف الوطنية، تشحن فيه الذاكرة، تشحن فيه الآلام، تشحن فيه الآمال، تشحن فيه التطلعات. فيأتي فيه مثل هذا اليوم أناس يدافعون عن بلدهم وأناس يدوسون عن مثل كل هذه الأمور، فشتانا بين من هو جزائري، وشتانا بين من يدعي أنه أكثر جزائرية من الجزائريين. فهذا الغباء السياسي وهذا الاستغباء طبعا نسمعه من فاروق قسنطيني ونسمعه من غيره، فالناعقون والمتشدقون والمتفيهقون وسدنة وأدعياء الذكاء وأدعياء حتى الوطنية كثيرون، وهم أبعد ما يكونون عن الوطنية وعن ما تمثله الجزائر من تاريخ وما يمثله هذا الشعب الذي نحتقره ونذله، ولكن سيقول كلمته في يوم ما وسيلعن نعم التاريخ هؤلاء الفاجرون السياسيون. نعم، وكذلك يدعو سيد فاروق قسنطيني، يقول بأنه إلى يعني يدعو إلى تجاوز العقدة الاستعمارية، يعني الشعب الجزائري أصبح معقد، إلى تجاوز العقدة الاستعمارية، لأن فرنسا اليوم غير فرنسا الاستعمارية. يعني هل يرى أستاذ حسين جيدل فعلا أن فرنسا اليوم هي ليست فرنسا الاستعمارية؟ وكذلك يستمر يقول بأن يجب الاستثمار في العلاقات الطيبة بين البلدين وتدعيمها أكثر. الرجل لديه حق أستاذ حسين جيدل حينما يقول بأنه يجب على الجزائر، يعني والجزائر كدولة ليس يعني لديها الحق أن تبني علاقات دولية. نعم لن تبني علاقات، لكن في فائدة شعبين. نحن أيضا نقول قد فاتت 50 سنة من الاستقلال، لابد من إعادة صياغة العلاقات الفرنسية الجزائرية، لكن أن يستفيد الجزائريون أن وأن تتم هذه الأمور بالوضوح وأمام الملأ،
وان يكون هناك نقاش ان نشرح للشعب لماذا نريد ان نسوغ العلاقات الفرنسيه الجزائريه، ماذا نريد ان كيف نريد ان تكون، ولماذا فلا نقوم بمثل هذه العمليات من وقت الى اخر، نقوم بالقفز حول اراده الشعب وكان الشعب لا تهم هذه العلاقات. نعم نحن نريد صياغه علاقات واضحه، علاقات مبنيه على الاحترام وعلاقات مبنيه على المصالح المشتركه، نعم لتوضيح العلاقه، نعم، لكن الان هم لا يريدون هذه العلاقه، لا يريدون ان تكون هذه الشفافيه ولا ان يكون هذا النقاش. لماذا؟ لان صياغه العلاقات تتم للحفاظ على مصالح شرذمه استولت على الحكم وليس مصالح شعب. لو كانت مصلحة شعب لكان الأمر مختلفا، ولكنا أول من يدافع عن هذه الفكرة، ونحن ندافع عن إعادة صياغة العلاقات الفرنسية الجزائرية. نعم فرنسا مختلفة عما كانت عليه، لكنها فرنسا تبقى فرنسا، عندما يتعلق الأمر بمصالحها ستكون استعمارية وتكون عدوانية وتكون، وأتفهم ذلك. لماذا؟ لأن الفرنسيين يدافعون عن غذاء أولادهم، فهل نحن كذلك ندافع عن مصالح بلادنا؟ منذ يومين قرأت في الصحافة الجزائرية أن الجزائر خسرت بشراكتها مع أوروبا أكثر من 3 ملايير دولار. نحن الآن نعطي أموالنا لغيرنا، اللي ساغ العلاقة هذه والذي فعل قام بكل شيء حتى تشارك الجزائر في الاتفاقية الشراكة مع أوروبا ليس بوتفليقة. أين رصد مصالح الجزائر؟ لماذا لم يتكلم أحد عن هذه الشراكة ما عدا بعض المعارضين وبعض المثقفين الذين نبهوا إلى ما يحتويه الأمر من كارثة، وأن الجزائر ليست لن تربح شيء من هذه الشراكة. إذن كل العلاقات التي تضمن التي تتعلق بمصير الجزائريين كلها لا تنظر إلى مصلحة الجزائريين، وإنما هي مصلحة الأشخاص أولا وقبل كل شيء. فإذا كانت صياغة العلاقة معناها أن تتم في شفافية وأن تتم عن طريق حوار وأن يعلم الشعب الجزائري بما يراد لهذه العلاقات، فأهلا وسهلا بهذه العلاقات ونحن نريدها كذلك. نحن لا يمكننا أن نغير الجغرافيا ولا يمكننا أن نغير التاريخ، ولا ننسى أن فرنسا وأوروبا كامل هي جار لنا، وأن لنا نحن ملزمون أن تكون لنا علاقات مع هذا الجار، وإضافة إلى ما تفرضه الجغرافيا والتاريخ، لكن لا نريد أن نكون تبعا ولا نريد أن نكون عبيدا مرة أخرى ويمثلنا أشخاص ليست لهم علاقة بهذا الشعب ولا بتاريخ الجزائر ولا بمصالح الجزائر. أشكرك أستاذ حسين جيد الباحث الأنثروبولوجي، كما أشكر الحاج عبد القادر ذهبي المجاهد والمعارض السياسي. بهذا قد وصلت إلى نهاية هذه الحصة. الجنرال ديغول يقول لقد لا تخف تركنا بيض الجراد، وكذلك يقول لقد خرجنا ولكني تركت بذورا ستينع. هل هذه الجذور قد ينعت ولم يحن الشعب الجزائري أن يقتطعها من جذورها بالحامض السياسي؟ كنت مع السلطة وأزمة الهوية في الجزائر. هو حمزة نايت مرزوق يحييكم، تقبل الله صيامكم وقيامكم.